All apple is thrown upward with initial velocity v naught. طيب حذف كرة فوق. It spins 10 seconds in the air before it returns to the original position. يبقى هذه الكرة اهي صعدت 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 وبعدين نزلت مرة تاني. الزمن رايح جاي 10 ثواني. السرعة هنا بكام؟ بتساوي صفر. في نوت مجهول ما قاليش بكام، بس هو صعد في 5 ثواني ونزل في 5 ثواني بقى عندنا الزمن. Determine the maximum height. طلع maximum height ومديني الوقت. يبقى القانون الثالث. القانون الثالث بيقول الدلتا واي المطلوبة بتساوي الفي نوت تي. او دي طبعا الفي نوت. يبقى انه احسن استخدمه؟ استخدم القانون الثالث. لا برضه نفس الشيء مش هينفع، لاني لو استخدم الزمن اجيب الفي نوت زائد نص اي تي سكوير. اجيب الفي نوت وبعدين استخدم القانون الثالث. هو عندنا هنا 5 ثواني، يعني صعد في 5 ثواني ونزل في 5 ثواني، ودي ماينس 10 التي بخمسة. الفي نوت مش عندنا، مش هقدر احسب الدلتا واي. نشوف عندنا ايه مرة تانية. عندنا الفي الابتدائية؟ لا ما عندناش. عندنا الفي النهائية، عندنا التايم، الفي النهائية والتايم والاكسلريشن اللي يجمعهم دول اقدر اجيب نهائية وتايم واكسلريشن، فلازم اخدم الفي النهائية. الفي النهائية ده في القانون الاولاني، فاقدر استخدم القانون الاولاني اقول ايه؟ الدلتا واي، اسف، الفي النهائية يساوي الابتدائية زائد الاي في التي. دلوقتي الفي النهائية بصفر لان هيقف، والفي الابتدائية مجهولة، والاي بسالب 10 والتي بخمسة. اذا الفي النهائية بتساوي 50 متر بير سكند. احطها هنا 50. يبقى دلوقتي عندي كله معلوم الا الدلتا واي اللي هي اقصى ارتفاع يساوي، يلا نحسبها. 250 ناقص 5 في 25، فطلع الجواب 125 متر. ده اقصى ارتفاع. يبقى ده المطلوب ايه؟ المطلوب بيقول لي What is the average velocity of the ball during a 10 second flight؟ هو راح ورد نفس المكان، واحنا اتفقنا لو قال لي سبيد كنت جمعت ال 125، زائد ال 125 250 وقسمته على التايم، لكن هو ما طلبش كده، طلب ال في افريج. ال في افريج بيساوي سيجما الاكس يعني الازاحات على سيجما الوقت، فبالتالي سيجما الاكس بصفر، فيطلع بغض النظر عن التايم يطلع الناتج زيرو. الفاينل في جان 2017 بيقول a car initially at rest moves with a constant acceleration ومرادي acceleration 2 meter per second square. واضح من هنا راح بدأ من rest اهو وتحرك ب acceleration 2 meter على second square to the north for 15 seconds. مش اقدر احسب طالما السرعة ابتدائية مديني ال acceleration ومديني الزمن، اقدر احسب المسافة. بيقول لي عندي reach speed v note، هنا كانت سرعته في نوت في الحته دي، وبعدين then it turns to the west، راح كده الغرب، وموفز with the constant speed في نوت، يبقى هنا constant for 10 seconds، فاضرب الفي نوت في 10 seconds. اقدر احسب ده، اقدر احسب ده. find magnitude of the total displacement، يعني عايز برضو لو سمينا دي 1 و2 عايز بقى دي، نسميها دي يمشي على هواء. طيب فقيس الدي 1 بكام؟ عايز الماجنتيود، تعالوا نقول الدي واحد اللي هي المسافة دي، هو الدلتا قلنا بتساوي احنا عندنا السرعة الابتدائية صفر والاكسلريشن باتنين والزمن، فالدلتا اكس او دلتا واي لو نذكر دلتا اكس بتساوي قانون اي نوت تي زائد نص اي تي سكوير، ده من شطر اتنين. اذا احنا عايزين نحسب الدي 1، يبقى الدي 1 بيساوي الحتة دي بصفر لان بدأ فروم ريست زي ما احنا شايفين. طب والاي كام؟ الاي ب 2 والتي 15.
طيب فنص اتنين يروحوا مع بعض 15 تربيع 225 متر، يبقى حسبت الدي واحد، يبقى دي كانت بأكسلريشن. طب دي اتنين، لا دي اتنين بقى سهلة. ليه؟ لأن السرعة ثابتة، بس يا ترى السرعة كام؟ ما هو ملهاش، بس نقدر نحسبها. الفي نوت بتساوي ايه؟ تعالى شوف كده، مش الفي النهائية بتساوي الفي الابتدائية زي الايه في التي من هنا لهنا، كان بادي بسرعة صفر والاكسلريشن باتنين والسرعة والزمن كان 15. يعني نقدر نقول ان السرعة في نوت ب30 متر بير ثانية. ما وصل هنا كان 30. طيب حلو الكلام. فاحنا دلوقتي حسبنا السرعة هنا، يبقى السرعة دي اللي هيمشي بيها، لان قال لي الفي نوت امشي بيها بشكل ثابت. يبقى هقول كده في نوت تي، الفي نوت بكم؟ ب30. وقال لي مشي ال 10 ثواني، مشي بالسرعة دي 10 ثواني، يعني اقدر اقول ان المسافة 300 متر اللي هي دي 2. يبقى دلوقتي انا عندي دي 1 ودي 2، اقدر احسب الدي. اذا الدي الجذر التربيعي لدي 1 تربيع زائد دي 2 تربيع، مع ان دي 1 واي نفس الشيء. يبقى 300 تربيع زائد 225 تربيع، فطلع الجواب 375 متر. يبقى ده الديسبليسمنت اللي هو طالب. طيب قبل ما نرد الزاويه، يقول لي find the angle of the total displacement relative to the، مره ثانيه بيقولها بوزيتيف اكس ايست، يعني طالب الزاويه دي، دي الثيتا. طب دي في الربع الثاني اتفقنا كده الثيتا بتساوي ايه؟ tan انفرس، لا لا 180 الاول، ناقص tan انفرس الواي على الاكس. الواي اللي هو مين؟ دي واحد على الاكس اللي هي دي اتنين، يعني تساوي الدي واحد اللي هي الواي ب 225، الدي اتنين اللي هي الاكس ب 300 درجة. قسمنا الواي، ما النقطة دي الزاوية دي اللي هي السوداء، التانية بيساوي الرأسي اللي هو دي واحد الأفق. طب الزاوية دي أنا عايز أطرحها من 180 عشان أجيب الثيتا، فيبقى 180 ناقص شيفت تان، حط 225 على 300، فطلع الجواب 143. يبقى احنا دلوقتي اللي اتعلمناه هو ازاي نجيب الماجنتيود وازاي نجيب الزاوية. Axes A, B, and C are connected together by massless cords and pulleys as shown. Box C moves with acceleration A 2.79. طبعا كلهم بيتحركوا بنفس الاكسلريشن، بس يا ترى C اكبر ولا A اكبر؟ طبعا الاكبر هو اللي هياخد السيستم ناحيته. ال M A ب 4، يعني هنا 40 نيوتن. ال M B اللي هو 8، يبقى هنا 80 نيوتن، وهنا في ان الوحيد اللي فيها ان دي لان هي الملامسه للسطح. الام سي 12، يعني 120 نيوتن. يبقى الجسم رايح بالاكسلريشن دي الجهه دي، ادي الايه. يبقى الفريكشن شكله ازاي؟ الفريكشن هيكون بالمنظر ده، اللي هو ميو في الان، الحركه ده والفريكشن عكس. طيب بيقول لي شو في المطلوب الاولاني، شو all the forces acting on the boxes. طبعا نسيبهم بره تاني احسن. ادي الايه، في عندنا 40 نيوتن لتحت والتي ايه اللي فوق. طب بالنسبه للبي، البي في 80 نيوتن كده، في ان كده، في تي اي هو رسمهم اوريدي يعني، وادي التي سي، بس في عندنا فريكشن اللي هو ميو ان. بالنسبه للسي عندنا 120 نيوتن لتحت
والتي سي اللي فوق. فدول الثلاث اشكال اللي هما الفري بادز فري بادي دايجرامز او الفري بادز دايجرامز اللي هي المطلوبة. نقدر نطبق معادلة نيوتن اللي هو الساكند لو على اي شكل منهم حسب المطلوب. بيقول لك كليت ذا ماجنيتيود اوف تنشن فورسز تي اي مرة والتي سي مرة، يبقى قلت سيجما الاف تساوي ام في الاي. حسب هو عايز ايه، عايز التي اي، احنا اتفقنا ان الاكسلريشن الاتجاه ده يعني فوق، يبقى اقول بقى تي اي ناقص 40 يساوي ام اي اللي هي بأربعة في الاكسلريشن اللي هي 0.79. اذا التي اي كذا نيوتن. طيب والناحية التانية هو نادي تحت 120 ناقص تي سي يساوي 12 في 2.79. اذا التي سي بتساوي كذا نيوتن. يلا نحسبهم، 40 زائد 4 في 2.79، فالجواب طالع 51.2 تحت. ده يروح من ده من هنا، يبقى 120 ناقص 12 في 2.79، الجواب 86.5. يبقى كده جبنا التو فورسز او التو تنشنز اللي هو طالبهم في التي اي والتي سي. المطلوب بقى الاخير طالب فايند ذا ماجنيتيود اوف ذا كاينيتيك فريكشن فورس، طالب الميو ان على بعضها اكتنج بوكس بي، يعني طالب الاف ار، مش طالب الميو، طالب الاف ار على بعضها يعني. فنقول كده سيجما الاف بتساوي ام ايه، برضو نفس الكلام، الاكسلريشن كده، يبقى ده الاتجاه كده. هنا ما حطيتش اتجاه لان مره صاعد ومره نازل. طيب نقول على القو على البي الاتجاه كده، يبقى التي سي ناقص حاجتين، ناقص التي اي وناقص ميو ان اللي هي الاف ار بتساوي الام في الايه. تعالوا نطبق التي سي عندنا ب86.5 والتي اي ب51.2، الاف ار مجهوله، الام بتاعت البي ب8، والاكسلريشن هو مدالنا 2.79. كده اقدر اجيب اصل 51.2 ناقص 8 في 2.79 يبقى 13. اذا الاف ار الفريكشن فورس 13 نيوتن. طيب طالب الفورس كده جبناها خلاص. لو كان طالب الكوفيشنت اوف فريكشن اتقسمت ال 13 على ال 80 كان طلع الكوفيشنت اوف فريكشن 0.1625. في جان 2017 بيقول لنا a box of mass 21.4 كيلوغرام pulled by 80 نيوتن، يبقى الماس هنا ام جي اللي مديه لنا والفورس مديها لنا وزاويتها اشون ذا فيجر resulting in acceleration، مديني acceleration طبعا هنا في ان ومديني acceleration كده 2. بيقول لي كالكليت ذا كوفيشنت اوف كاينيتيك فريكشن، يعني في فريكشن، فريكشن هيكون كده الاف ار بتساوي الميو ميو كي في الان. طالب مننا الميو في المطلوب بيه، بيقول لي اف ذا بوكس از اوريجينالي ات ريست اند اكسلريت فور 3 سكندز وات از ذا ورك دان باي ذا فريكشن فورس. الحته دي شابتر 6 يعني ده امتحان فاينل، فدي هنقولها شابتر 6 مش في شابتر 4 لما يعني نشرح شابتر 6 ان شاء الله نحل معاه. طيب احنا دلوقتي عايزين بس دلوقتي مطلوب واحد اللي هو
الميو، واحنا عارفين عندنا معادلتين سيجما الفورس في اتجاه الواي. طبعا عشان اجيب الان يساوي صفر، لان ده اتجاه العمودي على الحركه، ان زائد الاف ساين يعني 80 ساين 30 ناقص الام جي اللي هي 21.4 في 10 يساوي صفر. ان الان بتساوي 214 ناقص 40 لان الساين نص، 174 نيوتن. يبقى كده جبنا الان. المعادلة الثانية اللي هي سيجما الاف اكس اللي هي في اتجاه الحركة تساوي الام في الاي. طيب مين اللي بيساعد معانا في الحركة؟ اللي هي الاف كوسين 30. مين اللي ضد في الحركة؟ ميو ان اللي هي الزوجة، قصدي الفريكشن. ميو اللي هي مجهولة، والفريكشن والان 174 بتساوي الام اللي هي 21.4 والاكسليشن باتنين. اذا الميو اللي هو معامل الفريكشن نقول 80 كوساين 30 سالب 174 في معامل الفريكشن يساوي 21.4 في 2. شيفت كالك او سولف يعني، واقول مثلا 0.2 مثلا، هو 0.2 1.4 المهم لغايه 1.52. يبقى كده جبنا الكوفيشنت فريكشن اللي هو طلب. دوري 2017 بيقول لنا 4 كيلوغرام بلوك از ريليزد فروم ريست. يعني هنا الوضع ده كان السرعه بصفر ات بوينت A and it slides down along a friction let which friction the block hits a spring at point C خبط عند نقطه C and compresses it ضغطه ب 30 سنتيمتر before it stopped momentarily يعني لحظيا momentarily يعني لحظيا by the spring. What is the speed of the block at point B؟ الأول طلب من هنا لهنا، يبقى هطبق من هنا لهنا عادي خالص أجيب سرعة، وبعدين من هنا للسبرينج عشان أجيب الكونستنت الوضع العادي يعني. بدل ما أسميه 1 و2 و3 ممكن أسميهم A و B و C، فما كانش ليها التسمية 1 و2 ما كانش لازم يعني. كاينتيك إنرجي A، بوتنشال إنرجي A، ما عندناش لا فورس ولا فريكشن، يبقى كاينتيك إنرجي B وبوتنشال انرجي B. هنا ما كانش فيه سرعه لكن كان فيه ارتفاع ام جي اتش. هنا في سرعه نص ام في بي سكوير، ومكان وما فيش ارتفاع ولا فيش سبرينج، ما حش سبرينج. لا نروح مع الاربعه. 14 في 2 28 جذر 28 فيطلع 5.3، يبقى ال V B 5.29 متر بير سكند. السؤال المباشر كالعادة، وبعدين نطبق بين 1 و 3 أو A و C عشان أجيب ال spring constant. هقول K E A والبوتنشال إنرجي A، مفيش فورس ومفيش فريكشن، يبقى كاينتيك إنرجي C هتوقف وبوتنشال إنرجي C. بدأ from rest released from rest. كاينتيك انرجي نفس طبعا 4 في 10 في 1.4. كاينتيك انرجي عند السي هيوقف خلاص، وهنا هيضع سبرينج بنص كي والمسافه 0.3 ترب. طب لا نطبع 40 في بوينت لا 1.4، بعدين اضرب في 2 كمان واقسم على 0.3 تربيع، فطلع الجواب للكي رقم 1244 نيوتن على المتر. ومره تاني 4 في 10 ب 40 1.4، بعدين اضربها في 2 واقسمها على 30 تربيع عشان اكد من الرقم 100 1244 نيوتن على المتر.
a tire of car with radius 0.45 makes 55 revolutions. يبقى دي الثيتا او دلتا ثيتا. When the car reduces its speed uniformly from 72 كيلومتر بير اور، دي السرعة اضرب منها الاوميجا نوت تو زيرو، يبقى اوميجا النهائية بصفر. بيقول determine the angular acceleration of the طالب الالفا. طب عندنا سرعة نهائية وابتدائية وزاوية، مفيش زمن، يبقى القانون الثاني اللي هو ايه؟ بس قبل ما اكتب القانون الثاني خلينا نكتب المعلومات. عندنا دلتا ثيتا بتساوي 55 في 2 باي، يديني 110 باي راد. يبقى دي أول معلومة اداها لي. طب أوميجا؟ ما ادانيش أوميجا، اداني سرعة. السرعة 72 على 3.6 يعني 20 متر بير ثانية. احنا مش عايزين الفي، عايزين الأوميجا. إذا الأوميجا طبعا الفي بيساوي أوميجا آر، بتساوي 20 على 0.45 فتطلع 40 وشوية، 44.4 راد بير سكند. طب يبقى عندنا الأوميجا، بس خلينا نقول دي أوميجا نوت والأوميجا بصفر، لأن هو في النهاية أهو صفر. يبقى احنا عندنا الاوميجا نوت والاوميجا، عندنا الثيتا. نطبق بقى القانون الثاني عشان نجيب انجولار اكسلريشن. القانون الثاني يقول الفي سكوير، لا الاوميجا بقى، الاوميجا سكوير بتساوي الاوميجا نوت سكوير زائد 2 الفا دلتا ثيتا. طيب هيقف فبصفر. الاوميجا نوت حسبنا 44.4 سكوير، والالفا طالبها، والثيتا 110 باي. اذا الالفا اللي هو طالبها بالراد على السكند سكوير هتطلع نفس الانسر بس نربعه ونقسمه على 220 باي. فيطلع الجواب 2.58 2.86. نخلي الفكة دي على حسابي. يبقى مره يبقى طلب الالفا مدينا ايه؟ مدينا سرعه ابتدائيه ونهائيه وزاويه، يبقى مفيش زمن، يبقى مفيش الا القانون الثاني اللي الثلاث قوانين الاخريات فيهم زمن. اشوف بس المعلومات اللي مديهاني اعوض بيها سؤال جبت الالفا. في المطلوب بيقول find the radial acceleration on the perimeter of the tire، يعني على بعد 0.45 when the speed of the car is 10 meter per second. اداني السبيد واحنا عارفين ان السرعه في سرعه على ار مباشره، يعني الاي ار، اسف الاي ار بتساوي الفي سكوير على ار. من طلب الراديال لو نذكر من شابتر 5 او شابتر 8 قانون الراديال اكسلريشن، في سكوير على 10 سكوير على 0.45 يعني 100 على 0.45، فالجواب 2.22 كافي كده متر على السكند سكوير. طبعا الجزء بي مباشر، يا اما هو في سكوير على ار او اوميجا سكوير ار. طب الاوميجا عباره عن ايه؟ في على ار، يبقى اوميجا سكوير ار سكوير على ار هو اوميجا سكوير ار. كنا ممكن عملنا كده، حسبنا الاوميجا وقلنا اوميجا سكوير ار، بس ده مباشر اكثر، في سكوير على ار. طبعا في القانون الثاني اوميجا سكوير ار، نفس الجواب. والاوميجا بقى ازاي؟ اقسم ال 10 على 0.45، يعني اهو قدامكم 10 على 0.45 ابدا الاوميجا. طلعت بالرقم ده 22، ربعها واضربها في الار اللي هي 0.45، يطلع نفس الجواب اللي هو 2.22. السابع بيقول the human leg has three parts. البارت الاولاني بيسموه الابر ليج اللي هو ده، والكتله بتاعته 4.6 كيلو جرام. اللور ليج اللي هو مركزها هنا ب 3، والفوت مركزها هنا 1.4.
بيقول the position of the center of mass of each part is indicated by cross اللي هي العلامة الضرب دي. While the position of the center of mass of the full leg كلها بعضها اهي leg by بالعلامة دي. The center of mass of the lower leg is at a distance d على بعد مسافة اللي هو ده. طب دي حوالي كام؟ اكتر من الرقم ده واقل من الرقم ده حوالي 30 40 حاجه كده يعني. طالبها بيقول لي كالكليت ذا ديستانس دي. طيب احنا اتفقنا قانوننا ايه؟ طبعا في اتجاه الاكس يبقى اكس سنتر اوف ماس. قلنا قانونها ايه؟ عندنا ثلاث حاجات اكس واحد في ام زائد اكس 2 في ام 2 زائد اكس 3 في ام 3 على ام 1 زائد ام 2 زائد ام 3. الحاجه المعلومه هنكتب عليها قيمتها، واللي مش معلوم اللي هو الدي طبعا اللي هو هنا مسافته دي. الاكس 1 9.6 9.6 مش لازم احول ان كله سنتيمتر. طيب هنا 50.3 الماسس الابر ب 4.6 اللور ايج ب 3 الفوق ب 1.4 نفسهم هنا تحت 4.6 3 1.4. ايه اللي بقول هنا الدي؟ لو كان عندي الدي كنت جبت الاكس سي ام. طب دي مجهوله يبقى الاكس سي ام معلومه ب 20 24.6. بس ندخل بالكالكوليتور هتحل لنا اول 24.6 الفا يساوي بسط ومقام 9.6 في 4.6 زائد 3 الفا اكس اللي هي المجهول زائد 50.3 في 1.4 وفي المقام 4.6 بلس 3 بلس 1.4 كده كانت معادلة المجهول فيها الاكس اللي هو دي يعني اقول شيفت الف ويساوي هيديني الاكس زي ما احنا شايفين. مش الاكس بقى الدي هو احنا كاتبينها هنا بس هي بالنسبه لنا دي. فدي بتساوي 35 زي ما احنا شايفين في الاله سنتيمتر. يبقى ده جواب الجزء الاولاني. طيب في الجزء في بارت بي طالب مننا بيقول ده ليج is in static equilibrium and the forces acting on it are Fm Fm اللي هي دي وبعدين Fh اللي هي دي والFg والFg is the weight of the full leg اللي احنا اللي هم الشوية دول مضروبة 10 اللي هو الجي يعني. Will you find the vertical component of the force Fm؟ عايز قيمة الFm؟ لا عايز الFm1 اللي هو الكومبوننت الرأسية. طيب احنا عارفين ان سيجما التورك عند نقطة او يبقى اكوليبريم يساوي صفر. طيب لو خدنا التورك على نقطة او طبعا الفورس اف اتش هتضيع يدخل معانا الاف ام بس اللي هي الكومبوننت الرأسية يعمل تورك موجب مسافتها كام؟ 5.6. طالب الاف جي في مسافتها 24.6 يساوي. احنا عايزين الاف ام واي يبقى لازم اعرف الاف جي. الاف جي عباره عن مجموع دول مضروبه ب 10 اللي هو 4.6 1 × 4 يعتبروا 6 7 7 × 10 ب 70 يبقى 7 ضرب 10 7 × 10 اللي هي الكتله و10 اللي هي عجله الجاذبيه ده يبقى 70 في 24.6 تقسيم اللي هي 5.8 والجواب طلع 296 صح كده 6 لا 9 دول دول 6 و 3 9 يبقى 90 في 24.6 تقسيم 5.8 فطلع الجواب 381 مش 382. فنقول ال F M Y 382 نيوتن.
يبقى مرتين. قانون السنتر اوف ماس، مجموع الاكس في الماس على مجموع الماس. كتبنا المعلومات اللي عندنا، طلعت دي مجهوله ودي لازم يطلع رقم اكبر من ده واصغر من ده، اكيد في النص يعني تقريبا. هو بيرسمه اكيد يعني almost to scale، فهو رقم في النص يتساوي 30 40، طلع 35 لوجيك. عوضنا في القانون باللي احنا باللي عندنا المجهول دي جبناه. طيب وبيقول ايكوليبريم، فسيجما التورك عند نقطه الاوبس او صفر، عايز الاف واي، هيقول الاف ام 1 مضروبه في مسافتها، والاف جي اللي هم 9 كيلو جرام في 10 مضروبه في مسافتها يساوي صفر. جبنا الاف ام 1. water flows in the pipe as shown، داخله كده من هنا طالعه من الناحيه الثانيه. بيقول the speed of the water at point 1 اللي هي هنا مدينا بنص، والبريشر مديهولنا عند point 1 بهالرقم، and the pressure of point 2 مديهولنا كمان، ومديني طلبات. طلب اول حاجه ال V2. طب احنا عارفين اذا البايب radius موحد، يعني الريديوس ما بيتغيرش يونيفورم ريديوس، بنطبق عليه بوسيريز ايكويشن. اذا في تغير في الديمتر في مساحه المقطع او في تغير في الارتفاعات نطبق برنولز ايكويشن. برنولز ايكويشن بتقول ايه؟ بتقول ان البي 1 هنا زائد نص رو دي 1 سكويرد زائد رو جي اتش 1. خلينا لو شلنا 1 يبقى هنقول ايه؟ بي البريشر هنا ونص كثافة الهائع في ال في سكويرد هنا زائد رو جي اتش ارتفاعها عن ديتم وليكن مثلا حاجة زي كده. طبعا هنا الاتش واحد اتش اتنين، ده الاتش اتنين ضغط السنتر وده الاتش واحد، طبعا متساويين. بيقول ان الشوية دول الكمية دي على بعض كونستنت، طالما كونستانت اقدر اكررها دي، اقول بي عشان اقدر اقارن يعني 2 زائد نص رو في 2 سكوير زائد رو جي اتش 2. طيب لو كان الارتفاع مختلف نفس الدايمتر، او كان الدايمتر مختلف ونفس الارتفاع زي حالتنا، او كان الاثنين مع بعض دايمتر مختلف وارتفاع مختلف، ساعتها لازم اطبق برنولز ايكويشن. طيب طالما الاتش مختلف اسف متساوي اشيلهم مع بعض، لو كان الدايمتر هو اللي متساوي ولكن ارتفاع مختلف كنت هشيل نقول ايه؟ نشيل نص رو في سكوير، لان ساعتها هيكون المقطع هنا قد المقطع هنا، يبقى السرعه هنا قد السرعه هنا، سرعه 2 وسرعه 1. طالما الرو متساوي بس الماء اللي بتدخل هي اللي بتطلع على نفس الماء يتشالوا مع بعض. مره ثانيه إذا الارتفاع متساوي هشيل الاثنين دول، إذا الدايمتر متساوي هشيل الاثنين دول، ولو حصل كده يبقى البي 1 يساوي البي 2 إلا لو كان في فيسكوسيتي المائع فبتاكل شوية فالبريشر بيقل. هو طبعا في جميع الأحوال البريشر بيقل. طيب خلينا نقول بقى قاعدة، إذا الدايمتر اختلف أو الارتفاع اختلف لازم أطبق برنولز إيكويشن. طيب ارتفاع متساوي جبناهم مع بعض، إيه اللي عندنا؟ 1.03 في 10 أس 5 الناحية الثانية، قل طبعا شوية البريشر عمره ما يزيد طول ما احنا ماشيين، طول ما احنا ماشيين الفيسكوسيتي في لزوجة في احتكاك المائع مع جدران البايب فبيقلل الضغط شوية. طيب طبعا السرعة بتختلف ازاي؟ هنا الدايمتر كبير فالسرعة خفيفة، هنا الدايمتر أقل فالسرعة تزيد لأن نفس كمية المائع. لو الاثنين متساويين سرعات متساويه، اما الطاقه بتروح فين؟ بتروح فريكشن وتقلل الضغط، يعني الضغط يقل يقتل الفريكشن، لكن السرعه لا، لو كان الدايمتر متساوي نفس ما اللي بتدخل هي اللي بتطلع. طب ال في 1 سكوير ادي نص تربيع، طبعا دي 1000. لاحظوا ان المعادله ما فيهاش مجهول الا ال 2. طبعا نقول للآلة دي هنا ونودي ده هنا،
واحد بونت تلاتة ناقص واحد بونت اتنين، وبعدين ضربتها في 10 أس 5 زائد ضحكت ليا 500 في نص تربيع كده، انا جبت كله اقسم على 500. الواحد يحسبها بطريقته وخد الجذر، طلع 1.5. يبقى طلعت ان الفي اللي هو طالبها 1.5 متر بير سكند. هل احنا كنا متوقعين ان السرعة تزيد ولا تقل؟ المقطع كبير هنا فالسرعة قليلة، المقطع قل زي المطافي لما بيقل فوهت الخرطوم بتاعه ده ليه؟ عشان يزود سرعة، فهنا السرعة نص، هنا لازم سرعة نتوقع ان هي تكون اكثر. ده المطلوب ايه؟ المطلوب بيه بيقول if the cross sectional area at point 1، مديني بقى area بهالقيمة، calculate the cross sectional area A2. احنا عندنا طبعا قانون الكونتينيوتي بيقول ايه؟ سهل، ده A1 في V1 يساوي A2 في V2، فال V2 بواحد ونص وال V1 بنص، وال A1 هو قال لي 0.03، يعني علمنا الضرب، اذا ال A2 بتساوي كذا متر تربيع. طبعا دي نص ودي واحد ونص، يبقى تلت الكلام ده يعني 0.01 متر تربيع. يبقى مرة تاني، إذا الدامتر اختلف أو الارتفاع البايب اختلف، نطبق برنولز ايكويشن دي، بننقلها نحطها قدامنا، نحط كل اللي عندنا، عندنا سرعات ضغط نحط، عندنا سرعة نحطها، ارتفاع متساوي نشيل، نجيب مجهول، وفي الغالب دايما طالما جاب برنولز ايكويشن بيطبق المعادلة الكونتينيوتي يا إما في الأول أو في الآخر. يا اما يديك V1 ويديك الاريا فيطلب V2 او العكس مثلا، وبعدين تستخدمها في المعادلة، او المعادلة تطلع منها V وبعدين تستخدم الكونتينيوتي ايكويشن. A small ball makes horizontal harmonic oscillations، يبقى شابتر 11 اللي هو simple harmonic motion along the x axis around x بتساوي صفر، يعني رايحة جاية عند يعني حوالين نقطة الأوريجين اللي هي x تساوي صفر. بيقول the amplitude of the oscillations is a 0.2، يعني أكبر إزاحة 0.2، and the maximum speed during the oscillation is v max 4. فاحنا عارفين ان الفي ماكس تساوي اوميجا في ايه، يعني كده اقدر اجيب اوميجا لو طلب. المطلوب الاولاني بيقول لي determine the variability of the oscillatory motion، احنا قلنا الفي ماكس بتساوي اوميجا في ار. طيب الار دهلنا اوميجا في ايه، الاي دهلنا بكام؟ 0.2، وفي ماكس بأربعة، إذا الأوميجا 4.2، 4 على 2 فيها تبقى 20 راد بير. طب هي الأوميجا بتساوي إيه؟ الأوميجا بتساوي 2 باي إف أو 1 على تي، 2 باي فريكونسي والفريكونسي 1 على تي، وعايز التي، معنى لو جبت التي هنا يبقى 2 باي على، إذا التي بتساوي 2 باي على الأوميجا اللي هي 20، 2 باي على 20 طلع ده 0.314، 0.314 سكند. مرة تاني بقى كده، ادانا ايه؟ ادانا الماكس والاي، كان بيقول يطبق القانون ده، البي ماكس بتساوي اوميجا في ايه؟ جبت الأوميجا، الأوميجا بتساوي 2 بفريكونسي والفريكونسي 1 على تي، فشيل الفريكونسي وخليها 1 على تي، لو كان طالب الفريكونسي كنت حطيت اف، البريود حطيت 1 على تي، يبقى مباشر ايه؟ في الجزء بيقول determine the speed of the ball when its position is x بتساوي قد كده. طبعا ال x دي لازم تكون اقل من 0.2، ده اكبر ازاحه 0.2 موجب وسالب 0.2 سالب، طبعا دي اقل منها شويه. طيب احنا عندنا قانون بيقول ايه؟ بيقول ان ال v بتساوي ايه؟ ده مستنتج من القانون الكبير، بتساوي ال v max الجذر التربيعي 1 ناقص x تربيع على a تربيع. طبعا القانون ده مستنتج من القانون الكبير بتاع conservation of energy،
قانون يعني تقدر تستخدمه على طول، وممكن نستنتجه لكم هنا دلوقتي. في ماكس عندنا ب4 الاكس 0.09 سالب او موجب هتتربع فهتروح، ودي 0.2 تربيع. يبقى الفي. بس قبل ما نكمل تعالوا نستنتج القانون، هيطلع طبعا جواب هنا، بس نقول اهو احنا عندنا اكبر طاء نص كي اي سكوير او نص ام في ماكس سكوير. يبقى الكي بتساوي النص تروح مع النص، فيبقى الكي بتساوي ام في ماكس سكوير على اي سكوير. طيب القانون بقى كونزرفيشن اوف انرجي بيقول ايه؟ بيقول ان نص في كي اكس سكوير زائد اي اس بقى مش ايه، زائد نص في الفي سكوير بتساوي اللي دي زيها نص ام الفي ماكس سكوير. طيب احنا اتفقنا ان الكي الحته دي النصات تروح مع بعض، والكي ام في ماكس سكوير على سكوير ولسه في اكس سكوير زائد ام في سكوير بتساوي ام في ماكس سكوير. طبعا كل ده مش مطلوب في الامتحان، تكتب ده وخلاص على كده. طيب يبقى الاكس سكوير ده على الاس سكوير، او خلينا نقول الام في سكوير احسن، نقول الام تروح مع الامات الاول، ام مع ام مع ام، يبقى الفي سكوير ده على طول بتساوي ايه؟ هنا في في ماكس سكوير، طب وهنا في في ماكس سكوير في اكس سكوير على اس سكوير، بس لما تروح من هناك تبقى بالماينس، هيبقى ماينس برضو في ماكس سكوير في اكس سكوير على ايه سكوير. طيب تعال نشوف كده القانون ده بيقول ايه. الفي خد الجذر التربيعي يبقى في الفي ماكس مشترك تطلع بره في ماكس، والحته اللي باقيه يعني دي بتساوي ايه؟ في ماكس سكوير في واحد ناقص اكس سكوير على سكوير. خد بقى الجذر التربيعي الطرفين، في تساوي في ماكس الجذر التربيعي نفس الجواب ده، بس ده مش مطلوب منك، المطلوب منك تجيب الفي هيبقى واحد ناقص 0.09 تربيع تقسيم 0.2 تربيع، وناخد الجذر ليها ونقول ضرب 4. طبعا لازم اقل من 4 لان الفي يكون اقل من الفي، اقل من الفي ماكس لازم طبعا، فطلعت 3.502 متر بير سكند. يبقى مره ثانيه هو ادانا ايه؟ ادانا الفي ماكس وادانا ايه؟ اجيب الاوميجا اللي هي 2 باي اف او 1 على تي. بعدين مدينا عند اكس معينه اقل من الماكسيمم الماكسيمم اوسيليشن او الامبليتيود يعني اللي هو الايه؟ طبعا لازم الرقم ده اقل من ده. استخدم القانون في ايجاد الفي، ولازم اتاكد ان الفي دي طلعت اقل من الـ A small ball makes horizontal harmonic oscillations. يبقى شابتر 11 اللي هو simple harmonic motion along the x the x axis around x بتساوي صفر، يعني رايحة جاية عند يعني حوالين نقطة الأوريجين اللي هي x تساوي صفر. بيقول the amplitude of the oscillations oscillation is a 0.2 يعني أكبر إزاحة 0.2 and the maximum speed during the oscillation is v max 4. واحنا عارفين ان ال في ماكس تساوي اوميجا في ايه، هو يعني كده اجيب اوميجا لو طلب. المطلوب الاولاني بيقول لي determine the variability of the oscillatory motion. احنا قلنا ال في ماكس بتساوي اوميجا في ار. طيب الار ده لنا اوميجا في ايه يعني؟ الايه ده لنا بكام؟ 0.2 وفي ماكس بأربعة، إذا الأوميجا أربعة على 0.2 أربعة على 2 فيها تبقى 20 راد بيرس. طب هي الأوميجا بتساوي إيه؟
الأوميجا تساوي 2 باي اف أو 1 على تي، 2 باي فريكونسي والفريكونسي 1 على تي، وعايز 2. معنى لو جبت التي هنا يبقى 2 باي على، إذا التي تساوي 2 باي على الأوميجا اللي هي 20، 2 باي على 20 طلع 0.314 مرة تانية بقى كده ادانا ايه؟ ادانا الماكس والايه؟ كان بيقول يطبق القانون ده، البي ماكس بتساوي اوميجا في ايه؟ جبت الاوميجا. الاوميجا بتساوي 2 بفريكونسي والفريكونسي 1 على تي، فشيل الفريكونسي وخليها على تي. لو كان طالب الفريكونسي كنت حطيت اف. البريود حطيت 1 على تي. يبقى مباشر سؤال. في الجزء بيقول ديتيرمن ذا سبيد اوف ذا بول وين its position is x بتساوي قد كده. طبعا ال x دي لازم تكون اقل من 0.2، ده اكبر ازاحه 0.2 موجب وسالب 0.2 سالب، طبعا دي اقل منها شويه. طيب احنا عندنا قانون بيقول ايه؟ بيقول ان ال v بتساوي ايه؟ ده مستنتج من القانون الكبير، بتساوي ال v max الجذر التربيعي 1 ناقص x تربيع على a تربيع. طبعا القانون ده مستنتج من القانون الكبير بتاع conservation of energy، قانون يعني تقدر تستخدمه على طول وممكن نستنتجه لكم هنا دلوقتي. الـ Vmax عندنا بـ4 الـ x 0.09 سالب أو موجب هتتربع فهتروح، ودي 0.2 تربيع. يبقى الـ V، بس قبل ما نكمل تعالوا نستنتج القانون. هيطلع طبعا جواب هنا، بس نقول أهو إحنا عندنا أكبر طاقة نص K A سكوير أو نص M V ماكس سكوير. يبقى الكي بتساوي النص تروح مع النص، فيبقى الكي بتساوي M V ماكس سكوير على A سكوير. القانون بقى كونزرفيشن اوف انرجي بيقول ايه؟ بيقول ان نص في ك اكس سكوير زائد اي اس بقى مش ايه، زائد نص ام في ال v سكوير بتساوي اللي دي زيها نص ام في ال v ماكس سكوير. طيب احنا اتفقنا ان ال k الحته دي النصات تروح مع بعض، وال k ام v max سكوير على سكوير ولسه في x سكوير زائد m v سكوير بتساوي m v max سكوير. طبعا كل ده مش مطلوب في الامتحان، تكتب ده وخلاص على كده. طيب يبقى ال x سكوير على ال سكوير، او خلينا نقول ال m v سكوير احسن، نقول ال m تروح مع ال m الاول، m مع m مع m، يبقى ال v سكوير على طول بتساوي ايه؟ هنا في في ماكس سكوير، طب وهنا في في ماكس سكوير في اكس سكوير على اي سكوير، بس لما تروح من هناك تبقى بالماينس، هيبقى ماينس برضو في ماكس سكوير في اكس سكوير على اي سكوير. طيب تعال نشوف كده القانون ده بيقول ايه. الفي خد الجذر التربيعي يبقى في، الفي ماكس مشترك تطلع بره في ماكس، والحته اللي باقيه يعني دي بتساوي ايه؟ v max سكوير في 1 ناقص x سكوير على سكوير. خد بقى الجذر التربيع الطرفين، v تساوي v max الجذر التربيع نفس الجواب ده، بس ده مش مطلوب منك، المطلوب انك تجيب ال v هيبقى 1 ناقص 0.09 تربيع تقسيم 0.2 تربيع، وناخد الجذر ليها ونقول ضرب 4. طبعا لازم اقل من 4 لان الفيز يكون اقل، ال V أقل من ال V max لازم طبعا، فطلعت 3.502 متر بير سكند. يبقى مرة تانية هو ادانا ايه؟ ادانا ال V max وادانا ايه؟ أجيب الأوميجا اللي هي 2 باي F أو 1 على T. بعدين مديني عند X معينة أقل من الماكسيمم الماكسيمم أوسيليشن أو الأمبليتيود يعني اللي هو الـ A. طبعا لازم الرقم ده أقل من ده. أستخدم القانون في إيجاد ال V، ولازم أتأكد إن ال V دي طلعت أقل.